متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصلت كيا تيلرايد أخيرا إلى السعودية في أول نسخ لها، والتي تعتبر أكبر سيارة على الإطلاق من كيا حتى الآن. تحمل تيلرايد مصابيح أمامية مربعة مع شبك ضخم ذي لمسات كرومية، مع محرك 6 سلندر سعة 3.8 من 10 لتر بقوة 291 حصان، وتمتلك داخلية فخمة مع أنظمة وتقنيات جديدة، كما توجد شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي، إضافة لنظام صوتي فاخر من هارمان كاردون عبر 10 مكبرات صوت. وستباع السيارة رسمياً في وكالة كيا الجبر خلال الشهر القادم بإذن الله تعالى. ما رأيك بالشكل الجديد لتيلرايد؟ شاركنا بالتعليق.